وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي مع حضراتكم من صعيد مصر من أسوان، طبعا ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. هنروح مع حضراتكم للأقصر. الأقصر هي كمان كان فيها ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وتأثير كبير جدا طبعا على المواطنين. عشان نعرف هذا التأثير معانا على التليفون اللواء علي شرابي رئيس مدينة الأقصر، موجود معانا دلوقتي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك، لو تطمنا دلوقتي الوضع عامل إيه في الأقصر؟ لا يا فندم، الدنيا الحمد لله رب العالمين زي الفل. الاول طبعا بنصبح على محمد والاستاذه منى، وبنصبح على اهالينا في محافظه الاقصر، وبنقدم لهم التهنئه بقدوم عيد الاضحى المبارك، وعلى الشعب المصري جميعا بالخير وبركات ان شاء الله. بنتكلم عن حالات درجات الحراره. احنا مع بدايه شهر الصيف كانت تعليمات السيد المحافظ مصطفى قالها محافظ الاقصر لجميع الاجهزه التنفيذيه في المحافظه بالتنسيق فيما بينها لتخفيف من حدة درجات الحرارة، ولو في أي أزمات تحصل من نتيجة لذلك يعني. على وصلت عندكم كام يا فندم؟ احنا وصلت للذروة لحوالي 45-46 فدوتي. وبعدين احنا نسقنا مع مسؤول الآثار والسياحة والرعاية الصحية ومديرية الأمن إن احنا ناخد إجراءات بسرعة في سبيل ذلك يعني. احنا عندنا في الشبكة الوطنية للطوارئ عندنا بصفة مستمرة، بيتواجد سيادة المحافظ بصفة مستمرة في الشبكة الوطنية للطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، وبتتلقى البلاغات في أي توقيت عشان نعرف إذا كان في مشاكل نقدر نحلها. احنا نسأنا مع الآثار إن احنا عندنا كانت توقيتات فتح وغلق المقاصد والمزارات السياحية كانت بتبقى من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 5 مساء. احنا عدينا التوقيت وزودناه ساعة لغاية الساعة 6 مساء بحيث ان السياح يقدروا يخشوا المزارات الصحية في التوقيت اللي يحبوه، وخاصة في الفترة دي من 5 ل 6. احنا كمان زودنا مراكز الزوار في كل المقاصد السياحية وكل المزارات، عندنا مراكز زوار طبعا بتبقى متوفر فيها جميع التكييفات ودورات المياه وكافيتريات، وبتقدم مشروبات بساعة باستمرار ورطب عشان السياح وكده، لدرجة ان احنا عندنا كمان ما بنسيبش. احنا لو في السائح بعد ما بيخلص وجوده في مركز الزوار بيتحرك على رجليه لغاية المقصد، لغاية المزار او لغاية المعبد، لا احنا بنوفر له سيارات كهربائية اللي هي كل فقار بتبتدي تاخده من المكان المركز الزوار لغاية المقصد السياحة لغاية المعبد. هم تلاقيهم مبسوطين يا فندم بارتفاع درجات الحرارة. طبعا يا فندم، بس احنا بنوفر الكلام ده برضو عشان ايه، يبقى في ناس بتبقى حالات كبار في السن وكده، بس هم طبعا انت عارف ان درجه الحراره ديت بتبقى بالنسبه لهم حاجه هم مستنيينها وبيجوها مخصوص يعني. احنا عندنا برضو في كل الاماكن في المدينه، وخاصه عندنا لما جينا نطور المواقف كانت تعليمات سياده المحافظ ان حتى المواقف حتى المواطنين عشان درجات الحراره بنعمل لهم مكان للمواطنين يقعدوا عليه، ونزودها بمظلات. عندنا كورنيش النيل كله مزود بمقاعد ومظلات، الممشى السياحي نفس الكلام. حتى سياده المحافظ لما جينا نعدل ونطور في المواقف وساحات انتظار السيارات، اكد ان احنا نعمل ساحات انتظار سيارات نغطيها باقمشه ونغطيها بمظلات عشان تحمي السيارات، وابتدينا الكلام ده بالفعل. احنا عندنا حوالي 5 ساحات انتظار على مستوى مدينه الاقصر، عملنا كده في ساحه انتظار مدرسه السلام زودناها باماكن مغطاه عشان تحمي السيارات. مش كده وبس، احنا حتى يعني نسقنا مع مديريه الامن عشان برضو الاشارات المرور اللي لما تبقى الاشاره بتبقى فيها توقف ما تبقاش فتره كبيره عشان ما تسيبش الناس برضو بايه بدرجات الحراره المرتفعه. طيب. المشكله كمان احنا اتفضل يا فندم. احنا متخيلين ان اكيد في قطاعات اتاخر يعني اتاثرت اكتر من غيرها بالذات بسبب الارتفاع الغير مسبوق في درجه الحراره اللي كانت موجوده في مختلف المحافظات، اكيد القطاع الصحي، اكيد القطاع السياحي، يا ترى في قطاعات اخرى وازاي تعاملتوا؟ يعني حضرتك قلت لنا ازاي وفرتوا مظلات وازاي وفرتوا وسائل انتقال للسياح، ايه تاني اللي ممكن تكون تاثر وحاولتوا تتداركوا الامر معاه؟ أنا أقول لحضرتك يا فندم، إحنا لغاية دلوقتي ما سجلناش أي حالة في مستشفيات الرعاية الصحية، أي حالة خاصة بارتفاع درجات الحرارة أو الاحتباس الحراري. عظيم عظيم، ربنا يسلمك. إحنا عندنا في مستشفيات الرعاية الصحية، عندنا في مستشفى القرنق ومستشفى إيزيس، المستشفيات دي حضرتك مزودة
باماكن وباماكن فندقيه، خدمه فندقيه لخدمه السياح، وحتى خطوط علاج طبيه خاصه بالسياح، تمام؟ وزودناها وهي اصلا موجوده ومجهزه على هذا الاساس، موجوده وكل الاطقم الطبيه موجوده متوفره، حتى كل المستلزمات الطبيه موجود. فمش كده وبس، احنا وزعنا نشرات توعيه خاصه بالتعامل مع رفع درجات الحراره على كل المقاصد السياحيه وكل المزارات وكل الفنادق الثابته او المتحركه، حتى المراكب، حتى العائمات، حتى الكلام ده كله وزعنا عليهم النشرات وكيفيه التعامل معاه. والحمد لله لغايه دلوقتي احنا ما سجلناش اي حاله من حالات الاصابه بضربه شمس او الاحتباس الحراري. مش كده كمان، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنوصل، احنا مع درجات الحراره المرتفعه احنا برضو جالنا توجيه من سياده المحافظ ان احنا نتعاون مع اهالينا ومع الناس الميادين، بنوفر لهم برضو اذا كان في ميه بنقدر نوزعها للناس عشان ايه نخفف من حته الكلام ده كله. كمان السياحه عندنا احنا قطاعات السياحه نسالنا مع وكيله وزاره السياحه في هنا في الاقصر ان احنا برضو كان بيوزعوا على السياح كبات واغطيه للراس لحمايه من درجه حراره الحراره. كمان احنا عندنا اي مشروع بنشتغله تعليمات سياده المحافظ ان عشان لو عارف ان درجه الحراره هنا بتبقى عاليه جدا في فتره الصيف، بياكد ان احنا كل مشروع بنستخدمه لازم تكون في مقاعد ونزوده بمظلات لحمايه من درجه الحراره. كمان احنا كل المزارات السياحيه عشان هو سياده المحافظ برضه احنا لما جينا نشتغل ونطور في الحدائق والجناين والمسطحات الخضراء، ودي قللت الحمد لله رب العالمين بقدر كبير يعني من درجات الحراره. عندنا طبعا احنا يعني نقول مثلا حوالي 60% من المساحات في مدينه الاقصر كلها مزروعه مساحات خضراء. ودي قللت طبعا الحمد لله طبعا بكل تاكيد. الصوره اللي كنا عارضينها دلوقتي كانت لغرفه عمليات، اعتقد ان غرفه العمليات دي هتزال في حاله الانعقاد خلال الفتره الجايه لانه في انخفاض في درجات الحراره لمده يومين وهترجع تاني ترتفع، فانتم مستعدين برضو زي ما انتم يا فندم. احنا الشبكه الوطنيه للطوارئ منعقده بصفه مستمر، ده على طول اوتوماتيك. مش عايز اقول لحضرتك ان سياده المحافظ كل ساعه بيتواجد معانا بنفسه يشوف يطمن ايه الحالات، ايه القطاعات اللي اتاثرت، هل في بلاغات وصلت من حد. عندنا قطاع الاسعاف جاهز مستعد، وفي عضو موجود معانا في الشبكه الوطنيه لو في اي بلاغات بتتحرك. والحمد لله لغايه دلوقتي احنا زي ما قلت لحضرتك ما سجلناش اي حاله من الحالات دي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كل الشكر للواء علي الشرابي رئيس مدينه الاقصر، شكرا جزيلا.